سنين العمر فاتت جوه القلعة يا برزك. اللي عمله سيدنا داخل القلعة ما قدرش يعمله سلطان ولا خليفة. لكن في النهاية هو سجين القلعة. سيدنا يقدر يكون موجود في أي مكان يحب. مفيش مكان ولا زمان يقدر يسجنه حسن الصباح. النفس تشتاق إلى الخروج يا برزك. عايز أتنفس. عايز أمشي المسافات طويلة لحد ما أتعب وارتاح على رملة الصحراء. عايز أشم ريحة العالم برا قلعة الموت. كرهت العزلة. الحرية. الحرية يا برزك. سيدنا طول عمره حر. ما أظنش. يا إما في سجن السلجوقيين زي ما عرفتني. يا إما في سجن بدر الدين الجمال، يا إما في سجن الفكرة. سجن الفكرة؟ كل عقل كبير سجين فكرته لحد ما يقدر يحققها. وكل ما يحقق فكرة يخرج من سجنها ويدخل سجن فكرة جديدة. اللي يؤمر بيه سيدنا. كده بقى نخش على الضهر. لا 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 لا، في ألم شديد هنا خد صهبان. ما هو الألم ده من وقفتك في الحراسة وصهبان يشيل وجع الظهر. أيوة خد صهبان بس بشويش. لا ما تيجي تشتغل مكاني، وكمان لو اشتغلت بشويش هتنام مني. يا سيدي نام، على الأقل ارتاح شوية. يا عم نام براحتك. أنت حراستك فين؟ على باب قصر السلطان. لا يبقى كده ليك معاملة خاصة، اتعادل كده بقى. مش ناقصك بقى غير حكاية من حكايات صهبان العجيب تروح في عالم الأحلام. يحكي يا خلصهبان. كان يا مكان في سالف العصر والأوان شخص مرعب رهيب اسمه حسن الصباح. الباطني ساكن القلعة؟ عارفه؟ من عارف ان انت عارفه. حسن الصباح قتل كبارات السلطنة، وزير ملك شاه، نظام الملك وغيره وغيره. نظام الملك وعمر الخيام كانوا أقرب صاحبين ليه. عمر الخيام ده الشاعر الفيلسوف. أنا شفته مرة في قصر السلطان. حسن الصباح كان ليه زوجة جميلة، جميلة قوي. أكيد. هربت من قلعة قرموته وسابته. جدع. تروح تستجر بمين وتفتح له بيت؟ بمين؟ عمر الخيام صاحبي. مية سخنة بقى هتظبط لك الدنيا. مولاي السلطان، أمر الشاب يحيى بن سعيد بسيط يا مولاي، وثبت فعلا أنه صادق وأنه كان بيقاتل مع جنودنا في قلعة ابن الحافظ. عظيم، كسبنا عدو جديد لابن الصباح، وكمان عارف مداخل ومخارج قلعته. بس عندي خبر ومكسب أهم بكتير أعز الله مولانا السلطان. عدو أهم وأقرب لابن الصباح وعندنا هنا في أصفهان. مين؟ زوجة حسن الصباح وبنته في بيت عمر الخيام. في حد في القلعة عرف بخروجي؟ لا يا سيدنا، ده أمر سري. كل ما يخص سيدنا محدش يعرفه. جميل. سيبني لوحدي وارجع القلعة، مش عايز أي حد يحس بتغيير. أسيبك إزاي يا سيدنا؟ خطر عليك. دي رحلتي لوحدي، اسمع كلامي يا برزك، ما عليك الا الطاعه. مش هسيبك الا لو مت. الطاعه يا برزك. وهترجع امتى؟ في الوقت المناسب. اوامر سيدنا. يعني اللي بلغنا كان حقيقي؟ نعم يا مولاي، الست مرات حسن الصباح استجارت بيا، ومعاها بنتها وبنت اسمها نورهان. التلاتة هربانين من حسن وأنا ما أقدرش أقفل بابي في وشهم. وليه ما بلغتناش؟ وهي الشهامة ونجدة النساء محتاجة إبلاغ؟ لما الأمر يتعلق بأكبر عضو للسلطنة لازم إذن. شاعرنا عمر عمل اللي يليق بيه كراجل شهم.
أحييك على فعلك الكريم يا عمر. لكن محتاجين ضيوفك يا عمر علشان استجوبهم. أسلم ضيوفي يعني؟ وهل من اللايق أنك تستجوب نساء؟ أمري هنا عدى حدود الضيافة، ده أمري يتعلق بمصلحة أعلى. أما استجواب النساء فلو الأمر يخص مصلحة الدولة فإحنا من حقنا نستجوب أي حد. وأنا أتعجب من اعتراضك واستنكارك للطلب اللي ممكن ياخد صيغة الأمر. كنت فاكر أن الأمر هنا المولانا السلطان المعظم وحده. أنت عملت اللي عليك يا عمر وفتحت بابك للاستجارة بيك، بس أنا ولي الأمر هنا، وكان الأولى أن بابي أنا اللي يتفتح له. زوجة الصباح وبنته هيجوا هنا تحت الرعاية والحراسة، وأظن أن ده أمر ما عليهوش اعتراض. أنت زوجة حسن الصباح؟ أيوة مولاتي. إيه اللي يخلي واحدة ست متجوزة واحد بالقوة والخطورة دي إن هي تهرب منه؟ الكره. وإيه اللي يحول الحب الكره؟ قتل ابني. ابنك؟ اللي هو ابنه؟ أيوة. إيه اللي يخلي أب يقتل ابنه؟ الجنون وحب النفس. حب انه يبقى صاحب مفتاح الجنة اللي قدر يقتل ابنه لو غلط، في سبيل ان اللي حوالين منه يؤمنوا بيه. يصدقوه قصدك؟ يؤمنوا بيه. حسن الصباح مش مجرد قائد ولا حاكم، ده إله. هو صدق كده في نفسه. قصة عجيبة. دي بنتك؟ ايوه. ودي نورهان المظلومة. حكايتك حكاية يا دنيا زاد. انتوا ضيوفي انا والسلطان، وانتوا هنا في امان. دي ايه حكايتك يا نورهان؟ اي حد ايا كان يجي يدعي انه سيدنا حسن الصباح ويأمركم بفتح ابواب القلعه يتقتل فورا. دي اوامر سيدنا.